اجتهدوا واجتهدوا يا أهل السنة. الآن الجو مهيأ لكم ودعوتكم مقبولة. إذاعة مرسال تستمعون الآن. والزنديق يرادف وصف المنافق النفاق النفاق الأكبر المخرج الذي يخلد صاحبه في نار جهنم، بل هو في أدنى الدركات في جهنم عياذ بالله. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار يسمى هؤلاء المنافقون بالزنادقة، فمن قال لأخيه يا زنديق فإنه تكفير له، وهذه كلمة شنيعة كبيرة، كأنه قال لصاحبه يا كافر. فليحذر المسلم أن تخرج من فيه هذه الكلمة، لأنها حكم بالتكفير على من قالها فيه. فلا ينبغي لمسلم أن يقول لأخيه يا زنديق أو هذا الزنديق أو انظر إلى هؤلاء الزنادقة، فإن هذا تكفير، والمسلم لا يكفر شخصا بعينه إلا إذا ثبتت الشروط، شروط التكفير، وانتفت الموانع وأقيمت الحجة على المكفر. وهذا شأن العلماء، بل هو شأن القضاة، لأن الحكم بالتكفير على المعينين هو شأن القضاة، لأن الحكم بالتكفير يترتب عليه حد، والحد لا يخرج حكمه إلا من القاضي أو من الإمام.